فالحقيقة زي ما حضرتك شاهد وكلنا شاهدين في طفرة كبيرة في المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة، بدءا من العاصمة الإدارية الجديدة للمدن الظهير الصحراوي على مختلف المحافظات والساحل الشمالي مدينة العالمين، وكمان علاج لمناطق العشوائيات اللي كانت بتمثل تهديد وفيها خطورة كبيرة على قاطني هذه المجتمعات. فعايزين حضرتك نطرح رؤية ونلقي الضوء على مميزات قانون الإسكان الاجتماعي وكيفية الاستفادة منه. فنبدأ مع حضرتك بطبيعة الإسكان الاجتماعي. تمام يا فندم. هو طبيعه الاسكان الاجتماعي ان هو عقد بيبقى من ثلاث اطراف مش من طرفين، اللي هو صندوق التمويل العقاري وطبعا المشتري والممول، الممول اللي هو البنك بيدخل فيه بنك، وبقى بنظام ان بقى اقتصادي شويه عن الاول، وما بقاش حاجه مدعمه خالص، بقى برضو في جزء كبير جدا ان هو بيتحمله المشتري، بحيث ان الوحدات تتوزع على جميع الناس اللي تبقى هم فيها تراعي البعد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية. طبعا طبعا اللي هم خصوصا اللي هم منخفض الدخل. وطبعا القانون هنا كمان منع الاتجار في الحاجات دي، لان معظم الاسكان اللي قبل كده او الانظمه اللي قبل كده المختلفه كان بيبقى فيها اتجار كتير جدا. يعني لو قلنا يا فندم القانون حدد الفترة المسموح بيها إن المواطن يتعامل بالتجارة في الوحدة السكنية اللي يعني ممكن يحوزها فترة بعد قد إيه؟ بعد كام سنة؟ بعد 5 سنين من استلامه للوحدة، بعد 5 سنين من من الاستلام الاستلام مش من يجوز لي العقد، التعامل يجوز مع ليه التعامل، الواحد. يجوز ليه البيع أو الإيجار، لكن قبل كده ما يجوزش ليه. وبنصوص القانون، يعني القانون اللي هو رقم 93 لسنة 2018، ده حدد للمشتري اختصاصاته إيه بالظبط، وإيه النظم اللي يقدر يمشي عليها وما يتعداهاش.